أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء في درس من دروس النحو للصف الثاني الثانوي، وهو أسلوب الاختصاص. إيه أسلوب الاختصاص ده؟ المختص يعني أنا بختص حد بالكلام. اسم ظاهر المختص اسم ظاهر معرفة منصوب بفعل محذوف وجوبا، خلي بالك تقديره أخص أو أعني أو أقصد، ويقع بعد ضمير المتكلم. ده شرط، شرط انه يقع بعد ضمير المتكلم او المخاطب لتوضيح المراد من ذلك الضمير. زي ايه؟ انتم خلي بالك في الغالب، في الجمل اللي هتجيلك في الغالب مش دايما هيجي ما بين شرطتين، زي اسلوب الاعتراض كده عندنا في البلاغه. زي انتم، ادي الضمير اهو ضمير مخاطب اهو، شرطه معشر العلماء، شرطه ورثات الانبياء. اول ما تلاقي النوع ده قدامك من الجمل تعرف ان ده اسمه اسلوب اختصاص. انا اختصيت معشر العلماء بالكلام وبالخطاب، تمام؟ فده اسمه اسلوب اختصاص، سبق بضمير وادي المختص معشر العلماء، تمام، وكملت الجملة بتاعتي. هنا انواع الاسم المختص له ثلاث انواع. اول نوع ان يكون معرفا بأل، خلي بالك من الانواع، لازم نحفظ الانواع يا جماعه علشان نبقى عارفين ده نوعه ايه، عشان هيقول لي استخرج مختصا وبين نوعه وعربه. طب الاعراب بتاعه هنقول دلوقتي ان المختص ده اعراب ثابت مش هيتغير. نحن شرطة الشباب عماد المستقبل. نحن ده ضمير منفصل مبني على الفتحه في محل رفع مبتدا، حتى لو ما قلتش مبني على الفتحه مش مشكله، بس احنا بنقول خلاص هو نحن مبني في محل، ضمير مبني في محل رفع ايه؟ مبتدأ. طب الشباب هنا اللي هو المختص مفعول به منصوب بفعل محذوف على الاختصاص تقديره اخص. اذا المختص على طول يعرب مفعول به منصوب، يبقى ده اعراب ثابت. ده اعراب ثابت في المختص، ان اللي اعراب ثابت يسبق بضمير تحط ما بين شرطتين، ويعرب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اخص او اعني او اقصد. وعماد دي خبر للمبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، وهو مضاف، والمستقبل مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الكسره. ده اول نوع اللي هو ان يكون معرف بال. اثنين، ان يكون معرفا بالاضافه، زي نحن حراس الوطن عيون ساهرة على أمنه، فنحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ودي الشرطة اهو حراس الوطن، ده المختص. يعني معرب بالإضافة؟ يعني هتلاقيه ما فيهوش ألف ولام وبعديه مضاف إليه في ألف ولام، معرب بقى كلمتين يعني، واحدة ما فيهاش ألف ولام والتانية فيها ألف ولام، زي طلاب العلم، زي عمال الوطن، زي حراس الوطن، زي طلاب الفصل، وهكذا. حراس الأولى هي اللي مفعول به عشان الوطن دي مضاف إليه، فالمختص هنا حراس، ما قلتش إن المختص كلها حراس الوطن كلها، هي حراس هي اللي مفعول به، هي المختص مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة لفعل محذوف على الاختصاص تقديره أخص أو أقصد أو أعني. والوطن مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. وعيون، ها ده على طول هنا عيون ساهرة خلاص على أمنه، وده خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة. وعيون ساهرة، وده نعت مرفوع علامة رفعه الايه؟ الضمة، وعلى أمنه جار ومجرور. خلاص؟ يبقى ده بالنسبة للناحية الإعرابية بتاع المثال. النوع الثالث أن يكون بلفظ أيها أو أيتها. هما درس سهل والتلات أنواع سهلين، يبقى يا إما يجي مختص معرب بقال، يا إما يبقى معرب بالإضافة، يا إما يجي أيها أو أيتها، ويستعملان في هذا الموضع كما يستعملان في النداء، زي النداء كده عشان أيها وأيتها داخلين في النداء يبقى منادى. وهنا يبنيان على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، وليهما اسم معرفة، والاسم المعرفة بيكون مرفوع على أساس إنه نعت أو صفة له. زي ايه؟ زي لما اجي اقول انا شرط ايها الاصدقاء شرط اقدر المخلص في عمله، فانا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، خلاص. طب فين المختص بقى هنا؟ ها الاصدقاء؟ لا، اي لايها، اي هي المختص.
اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، خلي بالك، ها ما قولش عليه منادى، لا، اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص. طب والهاء؟ الهاء اللي فيه للتنبيه لا محل لها من الإعراب. طب الاسم المعرب بقى اللي يجي بعد أيها وأيتها يعرب إيه؟ صفة، يعني نعت، مرفوع وعلامة الرفع الضمة. أقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والمخلص مفعول به منصوب علامة النصب بفتحة، وفي عمله جر ومجرور، ده الإعراب يعني. فإذا النوع الثالث أيها وأيتها لازم أخد بالي إن هنا المختص أي والهاء للتنبيه، وأي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لازم نحفظ يا جماعة الإعراب ده. والاسم المعرب بقال دي قاعدة عامة في النحو، اللي يجي بعد أيها وأيتها يعرب نعت مرفوع وعلامة الرفع الضم. طب أغراض الاسم المنصوب على الاختصاص يعني، هو الأغراض مش ذات أهمية، بس هو كتكملة للمعنى يعني، عشان نبقى فاهمين النحو يحمل على المعنى برضو. يأتي الفخر زي نحو علي أيها الجواد يعتمد الفقير، خلاص ده للفخر، اسلوب اختصاص غرض الفخر. ممكن يجي للتواضع زي نحو زي أنا أيها المسيء ملتمس عفو الله، ده متواضع أن الإنسان بيبقى مسيء ويطلب عفو الله سبحانه وتعالى. وممكن يجي للبيان والتوضيح زي نحن العرب نكرم الضيف، فهنا جه للتوضيح. بعض الملحوظات الهامة اللي ممكن نقولها أنه يغلب في الضمير الذي يسبق الاسم المختص أن يكون للمتكلم، يعني في الغالب اللي هي أنا أو نحن، يعني المعلمين نعمل على تربية النشأ، غير أنه قد يأتي للمخاطب زي أنت وأنتم وأنتما وأنتن، وده بيجي قليل لكن موجود مفهوش مشكلة يعني. أنتم الأطباء تسهرون على راحة المرضى. من أنواع الاسم المنصوب على الاختصاص أن يكون علما، وده قليل يعني، إن يبقى علم يعني اسم إنسان، أنا عليا يعني أخص عليا، أعطف على المساكين، فعليا هنا مفعول به على الاختصاص منصوب علامة النصب للفتحة، لكن ده قليل و